تُشكّل الحكومة الجديدة أو تشكيل الحكومة الجديدة يهدف لضخ دماء جديدة لتطوير أداء بعض الوزارات للتعاطي بشكل أفضل وأسرع مع متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري، كما تحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مسؤولية التعامل مع عدد من الملفات والتحديات يأتي في مقدمتها حفظ الأمن القومي المصري ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي. رغبة من القيادة السياسية في الاستمرار في مسار الاصلاح الاقتصادي والبناء على ما تحقق من انجازات مهمة في مختلف قطاعات الدولة، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة. الحكومة التي سيتم تشكيلها من مجموعة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق التوازن بين سرعة الانجاز والمرونة في التعامل مع الملفات، مع وضع مبدأ الشفافية والوضوح مع المواطنين ركيزة لعملها حيث شهدت الفترة الماضيه الحاجه الى تعزيز التواصل بين الحكومه والمواطنين بشكل يعكس طموحات الشعب والعمل على تحقيقها، وبيد ان الحكومه الحاليه نجحت في التعامل مع العديد من الملفات وتجاوز العديد من الازمات، من شان الحكومه الجديده تطوير اداء بعض الوزارات، وتقديم رؤى واساليب مختلفه في التعامل مع الملفات والقضايا المهمه لتحقيق اعلى نسب الرضا الشعبي، كما ان الحكومه الجديده تاتي في مرحله مهمه من عمر البلاد التي تواجه مخاطر تحدق بامنها القومي ووضعها الاقتصادي. مما يتطلب تكاتف كافه اطياف المجتمع مع الحكومه ودعمها لمواجهه وتجاوز كافه الازمات والتحديات وهكذا تواصل مصر المضي في مسارها الاصلاحي وفق رؤيه قياده حكيمه رؤيه اصبحت واقعا ملموسا يتطلب مواصله السعي للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الانجازات